الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم، وأرجو الله لكم العافية في أيام الكورونا هذه. كما وعدتكم في آخر مقطع عن موضوع السلسلة الزمنية وخاصة المركبة الموسمية اللي هي seasonal component، ومركبة الاتجاه trend components، وكيف نزيل الأثر الموسمي أو de-seasonalization، عملية كيف نقوم بها. وعدتكم بأن أقدم مقطع خاص على برنامج الإكسل الحاسوبي اللي هو من مايكروسوفت. هنا طبعا هذه البيانات الآن تغطي السنوات 2015 16 17 18 19 20 والثلاث أرباع الأولى من سنة 2020، ففي عندي 27، هناك 27 ربعا البيانات عن سيل هي كمية مبيعات سلعة ما من منشأة ما، لكن للأمانة العلمية بأنني ابتدعت هذه الأرقام من لدينا يعني نفسي، لكن تعمدت أنها تكون على شكل سلسلة زمنية أولا، ثانيا أن تكون لها اتجاه معين. فهنا الآن يعني نفترض أنه حتى نشوف السلسلة الزمنية، إذا ظللت هذه للرقم الأول أو الكمية الأولى من المبيعات حتى آخر واحد ووضعت هنا insert، فممكن أحصل على السلسلة الزمنية هذه، أو ربما هذه يعني أنقلها هنا حتى تكون واضحة لما ما الذي حدث. عفوا، هذه الآن أضعها هنا، ويمكن لي أن أزيل هذه الخطوط الجريدز بنسميها إحنا، وأضلل هذا، أضع الفورمات أخليه باللون الأسود وأخليه سميك إلى حد ما حتى تكونها. فهذه السلسلة لاحظوا التموجات اللي فيها، لكن في عندي هناك اتجاه إلى الأعلى، يعني ميل هذه السلسلة موجب، ميل موجب. لا يهمنا الآن سوى أني كيف يمكن لي أن أحسب ما يسمى بالسيزونال إندكس اللي هو المؤشر الموسمي، وكيف لنا أن نزيل الأثر الموسمي. فهنا الآن لاحظوا العناوين، هذه الكوارترز اللي هي الأرباع، فعندي 27 ربعا، وهنا عندي السيل اللي هو كمية المبيعات من 444 مليون ولا ألف ولا وحدة حتى 900. عندي هون الموفينج أفريج اللي هو الوسط المتحرك من أربع فترات، كل أربع فترات يعني كل ربع بأخذ، لكن الأربع ستتداخل مع بعضها بعضا. وهنا عندي هون السنتر موفينج أفريج أو ما يسمى مركز الوسط المتحرك، وهنا SI اللي اختصار للسيزونال إندكس اللي هو المؤشر الموسمي، ثم هون الأفريج متوسط السيزونال إندكس أو متوسط المؤشر الموسمي، وهون دي سيزونالايز سيل اللي هو كمية المبيعات مزال منها الأثر الموسمي، وهنا وضعت the trend اللي هو الاتجاه. فأول خطوة نقوم بها اللي هي لأنه عندي 27 كم يعني 27 كمية عفوا أو 27 ربع، فهاي بتهون علي، لو أنها كانت زوجية بتغلبني يعني راح ما تكون السهل وين أضع الآن موفينج أفريج، لكن هذا الآن بختار هذه النقطة هنا أو هذه الخلية وبشوف قديش متوسط أو كم هو المتوسط المتحرك من أربع فترات. إذن هنا تساوي أفريج، بفتح قوس الآن وعفوا بفتح قوس، هذا هو القوس الآن، وأظلل هذه الكمية هذه والكمية هاي الأربعة، والآن أغلق القوس، والآن عندي الوسط المتحرك من أربع فترات اللي هي الفترة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الآن، ثم من الفترة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ثم الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وهكذا، اللي هو الوسط المتحرك كما يعني طبعا فيه له مقطع خاص وطريقته يجب أن تكون معروفة من لدنا طلبة الإحصاء والاقتصاد القياسي وخاصة جماعة السلاسل الزمنية. فالآن بما أني الآن حسبت الوسط المتحرك من أربع فترات للفترة اللي هي الأربعة أرباع الأولى، إذن أظل نفس الخانة هذه ثم أنسخها وأسحب حتى هذه الخانة المظللة ومعروف السبب لماذا، وأضغط Ctrl V، إذن أعطاني هذا. هذه الآن خسرناها لأنه بتلاحظوا لي ليس لها كميات، يعني هذه الآن 752.75 هي تأخذ
خانات 25 سي 25 سي 28 اللي هي هذه الخانة، واحدة ثنتين ثلاث أربعة، إذا تعدينا فبكون في عندي كميات أتت في الربع الرابع من 21 وهي غير موجودة، وبالتالي بتكون حساباتنا خطأ. فهذه الطريقة الآن هي حساب الوسط المتحرك من أربع فترات لكمية المبيعات. الآن أذهب هنا، هنا ما يسمى بالسي ام اي اللي هو سنترال موفينج افريج او مركز الوسط المتحرك، يعني اريد واحتاج الان لحساب متوسط الكميتين الاولينيتين ثم متوسط هاتين الكميتين ثم متوسط هاتين الكميتين وهكذا. فاتي الى هنا وبروح الان بضع تساوي افريج، اوكي، بفتح قوس وبشوف هذه الكميه مع هذه الكميه، أغلق القوس وأضغط إنتر، بطلع عندي الآن متوسط هاتين الكميتين. فإذا الآن إذا ضغط عليها وكوبي اللي هي نسخ وأخذتها للأخير حتى هذه الـ يعني آخر خانة مضللة وأضغط سنترول دي، بطلع عندي الآن متوسط هاتين الكميتين ثم متوسط هاتين الكميتين ثم متوسط وهكذا. فلاحظوا لي إنه هنا عندي 27 خسرت 3، هنا عندي 24 خسرت منها، لاحظوا لي واحدة هنا وواحدة هنا فاللي هي 22، فبقي عندي مركز متوسط الوسط متحرك 22 قيمة. الآن حانت علينا نريد الآن بما أنه هذه الكمية اللي هو أو القيمة هذه CMA اللي هي مركز المتوسط المتحرك هي المتوفرة الأولى عندي، مقابل ماذا؟ مقابل كمية المبيعات في الربع الثالث هذه هي. فالآن عفوا مقابل كمية في الربع الرابع، أنا بعتذر. فالآن نقوم بقسمة كمية المبيعات في الربع الرابع على الوسط المتحرك المركزي أو مركز وسط المتحرك هذه. فإذا هنا تساوي هذه القيمة ماذا؟ هذه القيمة مقسمة على هذه القيمة، بضغط انتر بطلع عندي الآن هذا الاندكس أو ما يسمى بالمؤشر الموسمي الأول اللي بحصل عليه اللي هو للربع الرابع لاحظوا لي. فبما أنه هو الوحيد المتوفر إلى هذه اللحظة، إذا أذهب إلي نفسه بعمل كوبي وبسحبه إلى آخر قيمة متوافر هذه هنا، بضغط كنترول V، بطلع عندي الآن هذا ما يسمى بالمؤشرات الموسمية. لكن لاحظوا لي أول ما بدينا اللي هو للربع الرابع وانتهينا بالربع الثاني من سنة 2021، يعني ليس هنا مؤشر موسمي وليس هنا في الخانة هذه أو هذه أو هذه خانة عندي يعني مؤشر موسمي. كيف يمكن لنا الآن أني أستغل معلومة توافر هذه الكميات؟ أذهب إلى ما يسمى بالأفريج سيزن إندكس أو متوسط المؤشر الموسمي. ما هو الآن المتوسط؟ يمكن أن أضع القيم الأربعة هنا أو أختار هذه حتى أريح نفسي. لاحظوا لي الآن هذه الآن تساوي، يعني ممكن أن أعملها هنا أحبتي، ممكن أعملها هنا وأرد أعيدها. لاحظوا لي هون الآن هذه تساوي average ماذا اللي هن الأرباع. خلينا نقول أحتاج أنا إلى متوسط المؤشر المركزي للأرباع الأولى، يعني الربع الأول لكل السنوات. فليس هناك قيمة متوافرة للربع الأول من سنة 2015، أول قيمة متوافرة للربع الأول هي هذه القيمة. إذا الآن بعد ما فتحت قوس اضغط على كنترول، تبقى يعني يدي على الكنترول، اضغط على هذه الخانه ثم الان اروح الى الربع الاول هذه الخانه ثم الربع الاول هذه الخانه، وتبقى ايدي على الكنترول ها، وهذه الربع الاول من 2019، هذا الربع الاول من سنه 2020، وهذا الربع الاول من سنه 21، ثم اغلق القوس وأضغط إنتر، تطلع عندي الآن متوسط المؤشر الموسمي للربع الأول لكن لكل السنوات.
ثم الآن أكرر هنا بالخانة الثانية اللي هي Q2 اللي هو ربع الثاني، هذه تساوي average، وبفتح قوس. الآن في سنة 2015 ليس هنا قيمة للربع الثاني، فأذهب إلى الربع الثاني هنا طبعا بعد ما أضغط Control، هذه الآن الربع الثاني من سنة 2016 وهي أول قيمة متوافرة، ثم الربع الثاني من سنة 2017، ثم الربع الثاني من سنة 2018، ثم الربع الثاني 2019، ثم الربع الثاني 2019، ثم الربع الثاني 2020. أغلق القوس وأضغط إنتر، بطلع عندي الآن متوسط الربع الثاني لسنة لكل السنوات، لكل السنوات. قبل الأخير الآن الربع متوسط المؤشر الموسمي للربع الثالث لكل السنوات، إذن هنا تساوي average، نفتح قوس. أين الآن الربع الثالث؟ ليس هناك قيمة في السنة الأولى اللي هي 2015، أضغط control وأذهب إلى الربع الثالث من سنة 2016، ثم الربع الثالث 2017، ثم الربع الثالث 2018، وكررها 2019 ثم 2020، وليس هناك إلا هذا الأخير سنة 2020. أغلق القوس، أضغط إنتر، بطلع عندي مؤشر يعني متوسط مؤشر مؤسسي العفو الموسمي للربع الثالث لكل السنوات. وأخيرا هذه اللي هي متوسط المؤشر الموسمي للربع الرابع لكن لكل السنوات، إذن تساوي average، بفتح قوس وأضغط على control الربع الرابع، هذه هي القيمة الأولى، ثم هذه القيمة الثانية، هذه القيمة الثالثة، لاحظوا لي القيمة الرابعة، القيمة الخامسة، القيمة السادسة، وليس هناك قيمة سابعة. أغلق القوس وأضغط، انتهى عندي، انتهى. هلا لاحظوا لي هذه القيمة هي تقريبا هذه القيمة، لكن أنا بهمني هلا إن الآن هنا أضع يعني أضع الأفريجز هنا، ها. فبالنسبة إلي هنا بضع القيمة الأولانية، هذه القيمة 1.055425581، هاي أول قيمة، ثم أذهب إلى القيمة الثانية 1.04891، هاي القيمة الثانية، ثم الآن القيمة الثالثة 1.03716529، والأخيرة اللي هي 0.04395872. إذن الآن تعرفت على متوسط الآن أضعها بالوسط هنا وأظل أخليها بالسميك، وأعمل الآن كوبي، لاحظوا لي كل هذه الخانات كوبي، لاحظوا لي الآن ونريد أن نكررها ها هنا للأخير، لاحظوا الآن طبعا في هنا في عندي وهنا في، سننتهي طبعا الأخير في وهكذا في، لكن هاي الأخيرة لست بحاجة إليها لأنها خارج نطاق البيانات. إذا حصلنا الآن على متوسط المؤشر الموسمي لكل السنوات أضعها هكذا. الآن إذا قسمنا كمية المبيعات هذه، لاحظوا لي قسمناها على متوسط المؤشر الموسمي، بيكون عندي ما يسمى بالدي سيزن رايز سيل. إذن هنا تساوي هذه الكمية مقسمة على متوسط المؤشر الموسمي، أضغط إنتر، انتهى الآن، أكبرها وهكذا وبعملها كوبي الآن، وسنفسر طبعا من حالها شو مقصود.
إذا هذا الآن سبحان الله أعطتني عفوا وهذه هنا. فعندي الآن هاي السلسلة منزوعة الموسمية. لو بدي أمثلها بيانيا insert هذه الآن واختارها. أوكي لاحظوا لأنها تشبه راح يكون في variation هذه الآن راح يكون في عندي لكنه الموسمية نزعت منها لسبب اللي هو. لكن ما المقصود الآن إنه هاي 420 لاحظوا لي هنا هذه المؤشر عندي 1.055 يعني هذه الكمية أكبر من هذه الكمية بمقدار الفرق عن واحد صحيح. لو كان عندي هذه الكمية واحد صحيح بكون هذه الكمية تساوي هذه الكمية، لكن هذه الكمية أقل بمقدار 5% عن هذه. لاحظوا لي بس انتبهوا على البيانات لو سمحتم. مع الأسف الشديد لاحظوا لي أنه كل القيم كانت أكبر من واحد صحيح ما عدا هذه. هذه الآن بتقول لي أنه الكمية هاي أقل من كمية الإنتاج بمقدار الفرق واحد صحيح يعني بنخصم منه 0.94 تقريبا 6% إلا شوي. يعني هذه الكمية أقل من كمية الإنتاج بمقدار 6% هنا عفوا 241 مقابل 228 فبكون أعلى منها. يعني هذه الكمية أعلى من هاي بمقدار 228 مقابل 241 هذه أعلى منها بمقدار الفرق 6% وهكذا التفسير بقي. هذه الآن نفس الشيء 515 لاحظوا لي هنا 531 معنى هذه الآن الكمية أعلى من هذه الكمية بمقدار تقريبا 6% وهكذا البقية. فالفاريشن لن يختلف لن يختلف الآن لكن إحنا نزعنا الموسمية. الآن كيف يمكن لنا أن نحسب ما يسمى بالاتجاه؟ الاتجاه هو آخر خطوة نقوم به. هنا الآن الاتجاه هو عبارة عن معادلة نقوم بتقديرها من جعل السيزونال دي سيزونالايز اللي هو كمية المبيعات منزوع منها الأثر الموسمي نقسمه على عامل الزمن. يعني هنا الآن سنخترع هنا عندي تي والآن من 1 لـ27 لاحظوا الآن كيف بدي أسويه. طبعا بدي بعض البيانات هنا يعني أضللها أرفع قيمة أو حجم الخط وهنا أوكي هاي مائلة وهذا الآن برفعه وبوضعه بالنصف أوكي. والآن بقول هنا الآن تساوي هذه الخانة هي J3 تساوي J3 زائد 1 عفوا تساوي J2 زائد 1 أوكي. وبعمل الآن طبعا أضع بالوسط كله أزيد حجم الخط وبعمل كوبي للأخير حتى أنتهي من سلسلة. يعني الآن تحتاج إلى كود أو رمز زمني. فالآن من 1 لـ27 الآن أقوم بمعادلة انحدار تقديم معادلة هذا المتغير التابع على المتغير المستقل هو الزمن على الزمن. إذن الآن دعنا نغير هذا نسميه فقط يعني اختصارا دي اس اوكي دي اس اللي اختصار لدي سيزونالايز سيل. فالان الذي احتاجه بعد اذنكم الان ساظلل كل هالاشياء هاي اضعها هنا حتى تبين. فالان بحاجه انا الى اروح على داتا واناليسس الان طبعا تطلع عندي هذا البوكس بنزل على ريجريشن أقول له أوكي بسألني الآن وين الآن المتغير التابع الانبوت فبقول له الآن طبعا مع ليبل
بالحالة هاي أضغط هنا ثم أضلل هذا المتغير التابع للأخير. ثم الآن متغير مستقل للزمن أضع هذا كولاته وأضغط OK بيطلع عندي الآن. لاحظوا لي إنه الترند اللي هو يعني معادلة الترند الآن هي عبارة عن سأكتبها بخط اليد عندي هنا حتى أنقلها هنا 327.6399 انترسبت أو نقطة تقاطع زائد 12.89108 مضروب في عامل الزمن تي. أذهبها هنا وهنا الآن بقول له تساوي 327.6399 زائد 12 فاصلة اللي هو معامل الزمن 89.108 مضروب بماذا؟ مضروب في اللي هي J1. أضغط عفوا هنا الآن شو طلع عندي في شيء غلط. عندي هذه القيمة مضروب في J2 عفوا هنا مضروب في J2 أنا بعتذر. طلع عندي قيمة هذه الآن ترند. دعني الآن أضعه بالنص أرفع قيمته أضلله الآن وأعمل منه كوبي وللأخير بعمل دي. هاي بيطلع عندي ما يسمى بالاتجاه. الآن لاحظوا الاتجاه لو اني ظللت كل قيم الاتجاه insert بيطلع عندي هكذا الخط المستقيم. لو انه يعني خليني امحى هذا واضع الآن الزمن. لاحظوا الآن يعني بدي انقل هذين القيمتين هنا اكس وضعهم هنا اضعهم هنا. لاحظوا لي الان طبعا بدي اوسع هاي حتى تظهر كل البيانات عندي. والان بدي اقول له ما هي الرسم البيانية لهذا الكلام. فبطلع عندي لاحظوا لي هذا الشكل. كيف الآن الخط المستقيم هذه السلسلة الأصلية لكن دي سيزونالايز يعني منزوع منها رغم أنها تشبه هذه لكن أقل تموجا. وهذا الخط المستقيم اللي هو ترند اللي بيمثلها. فالآن يعني هاي الشكل خلصت منها بكون بالحالة هاي انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة العملية لكم في كيفية الحساب. طبعا هذه الأرقام عشوائية اخترتها لكن لو تكون فعلا يعني سلسلة حقيقية من بيانات حقيقية قد تعطينا نتائج أفضل بكون الفاريشن يعني طبيعي وليس مصطنع كما ذكرتونا. وأستودعكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.